اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. بنت عمرها 14 اكيد شو الديفيكولتيز يعني شو فيها شيء ديفيكولت يعني اكيد انت بتعرف لا بعرف كثير منيح بس انا عم بوضح للمشاهدين المشاهد طبعا سو اللي صار هو انه صار هالمشكله وحكيونا نادين هويدا رفعت دعوى على المعنيين بالمسلسل بس انت بتشوفي انه الدور ما بيسيء لها انما بالعكس بيبرر تصرفاتها اوكي انا كنت عم ضلني اقول بالمقابلات الصحفيه انه هيدا المسلسل اول شيء ما في شركه بتحترم حالها بدها تطلع تبهدل انسان بعده عايش يعني هي كمان الواحد بده يفكر فيها انه قبل ما يتصرف ثاني شيء المسلسل بدنا نقريه قبل ما نحكم عليه وهي ما عملت هيدا الشيء شو اللي خليها حسب المسلسل لهويدا تمرق بالمشاكل هلا كلنا بنعرف علاقه هويدا بامها ات وزنت سو جود يعني ما كانت كثير هالعلاقه المتينه او اللي كانت صحيه كثير صباح بحكم شغلها كثير يمكن شي برايورتايز يعني فضلت باوقات معين شغلها مسيرتها عن يمكن تكون تكون ام تلعب مع كل انا ماني يعني بليز ما حدا ياخذها غلط يعني ما عم انا من لا بس هيدي المشكله يمكن كل نجم ونجم كبير جدا انه تاخده هالنجوميه تاخده هذا الشيء معروف سو هي هويدا بمحل معين عزتها ما كانت حدها شي وزن دير سو راحت تنبش على غير طرق تاخذ هالافكشن يلي كانت عايزته شو بتوجهي لها كلمه لهويدا الليله؟ بقول لها اول شيء اول شيء انا عندي كل الاحترام لها كونها شيز جاست ا هيومن بينج حالا يلا شخص انا عندي بحترمه بقول لها ثاني شيء انه تعطي ما تعمل بري جادجمنت يعني ما تحكم قبل ما تعرف بالعكس انا لو في اقعد معها انا بتمنى اقعد معها افهم منها من تما هي شو صار مني ليه بدي ضلني اسال هيدا عنا وهيديك عنا وهيدا عنا لا بدي اسالها لهويدا هي بحد ذاتها هي تعطي هير اون سايد اوف ذا ستوري خلينا نسمع اغنيه غنتها صباح لهويدا هي وصغيره بس يا ريت الاغاني لوحدها بتكفي اكلك منين يا بنت اكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين اكلك منين يا بنت اكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين ادي واحدة لماما عشان ماما عيونها الاتنين الاتنين عايزين ياكلوكي مش عارفة ياكلوكي منين نادين من اسبوعين كان في مؤتمر صحفي لمسلسل الشحرورة وصار معك مثل ما صار مع لميتا فرنجية بافتتاح فيلمها واتهمتك بعض الصحافي انك تركت المؤتمر قبل نهايته والتقاط الصورة التذكارية لا وقت